عبلة كامل في سرق الفرح كانت عاملة شخصية ساحرة، وعبلة الحقيقة عندها أدوار مهمة جدا في السينما، يعني بعض الناس عظيمة. يمكن تبقى مش فاكراها أو ما شافتهاش غير الأفلام التجارية اللي عملتها، ولكن في سينما داوود وفي غيره مع أستاذ يوسف شاهين ويسرى نصر الله عندها أدوار مهمة جدا. عبلة أما بيحصل جدل ويقولوا تتكرم كنجمة السينما ولا لا، لأنها محسوبة أكثر على الدراما. أنا عايزة لا منك لا لا، سينمائية درجة أولى، أنتوا اشتغلتوا مع بعض، ده دي سينمائية درجة أولى، أستاذة البساطة والتمثيل السهل الممتنع عبلة كامل، وده أصعب حاجة في التمثيل السهل الممتنع. مفتقد حضورها؟ مفتقدة جدا 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 على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني. عبلة كامل لن تتكرر، وليها ناس كتير قوي بتقلدها، فإذا هي مدرسة وهي ليها ستايل معين. أنا ما اشتغلت معاها، أنا يعني كنت مش ممكن، يعني بتتحول. اديتني نصيحة أنا بشكرها عليها لحد دلوقتي بصراحة، قالت لي بص أنت لسه بتبتدي، قلت لها قالت لي لبسك الخاص اللي أنت بتصور بيه أو يعني الحاجات القديمة عندك اللي بتقدم عندك ما تشحتهاش لحد، عايز تزكي زكي، لكن خلي اللبس ده هينفعك في المستقبل أدوار تانية، لأدوار تانية، بدل ما تنزل بقى وكالة البلح وتبدأ تدور وتجيب قديم وكده، ليه؟ ما أنت خلي عندك الحاجات دي هتحتاجها. فقلت له والله عندك حق. فلذلك حتى انا عندي مكان معين زي مخزن، عامل استندات زي وكاله الهلع كده، والله العظيم كل حاجه لوحدها بقى، تمام؟ زي لو حد عايز يشتري حاجه احنا جاهزين. لبس شارع سرق الفرح وكل لبس شخصياتك اللي مش الشخصيات وبس، الشخص كمان، لا انا بتكلم على اللبس العادي، لا يعني لا اللبس، لا للاسف بقى للاسف ما خليتش ده، ما كانش عندي الفكر ده. طب هل استفدت بيهم فعلا بعد كده؟ اه طبعا. يعني مثلا في مسلسل الطوفان من اخراج الاستاذ خيري بشاره، لما عملت شخصيه الحاج خالد، الحاج خالد ده كان تاجر سوبر ماركت وكده وبتاع، اللي هو كان بيلعب دور الشيطان في الطوفان، بيلعب شخصيه الاستاذ محمود عبد العزيز رحمه الله. بيتعرض دلوقتي الطوفان؟ بيتعرض الايام دي الطوفان. فكنت محتاج بدل واسعه، لانه الراجل دوت اكيد مش هيلبس سليم، يعني الراجل اللي عنده سوبر ماركت وبتاع، فمش مركز هو في الموضه، ويلبس شيك وكل حاجه ويلبس حاجات محترمه وكل حاجه، بس تحس انه تاجر، هو تاجر اكتر، مش واحد واخد باله من الموضه، عارف ازاي؟ فعايز بدل واسعه. طب انا هنزل اجيب 10 بدل مثلا واسعين منين، ولا هفصل ولا اعمل ايه؟ فبصيت لقيت نفسي، كلمت الولد اللي عندي سامح، قلت له سامح البدل، قال لي موجوده يا ريس، قلت له ما اجيبهم لي، فجاب لي مثلا حوالي 15 20 بقى. قلت له الله، ايه ده، خلاص احنا كده تمام، احنا جاهزين، يلا احنا جاهزين نصور، يا دوب قمصان وكرافتات قديمه عريضه، خلاص انت تمام، انت بقيت الحاج خالد، فاهم ازاي؟ فده لبسي القديم اللي انا كنت هجيب منين الكلام ده؟ يعني هجيب منين؟ بقى كتير ووقت لا مش على كده كمان، ولازم يبقوا حاجه شيك، وكانت فعلا وقتها بدل شيك، والواحد جسمه بيتغير كل شويه، انت فاهم قصدي ازاي؟ فحتى لو بصيت على الحاج خالد هتلاقي البدل كلها يعني هلهطه شويه كده، اخبارك انت ازاي؟ مريحه، مش الاسلام فات والكلام ده وبتاع، لا ده موضوع تاني خالص، على حسب بقى الشخصيه اللي انت هتلعبها. ف وحشتينا عبله، ووحشت جمهورك، وانت سينمائيه واستاذه وصاحبه ستايل وصاحبه العفويه اللي ملهاش حدود، يعني بنحبك جدا جدا جدا، وفعلا محتاجينك، محتاجين نشوفك، يعني موضوع الفن ده قرارك انت، ده موضوعك انت طبعا، محدش يقدر يتكلم فيه خالص، ولكن احنا بنحبك، وانت عارفه قد ايه بنحبك، وربنا يديكي كل حاجه حلوه بتتمنيها في الدنيا يا رب.